طيب عموما ابو سعد الشيخ علي الطخيس يا شينها شيناه. اي يا شينها شيناه، لا جاك صاحبك اي يطلب سلف ولا يبي منك حاجه. هذه من اشد الامور ان يجيك صديق لك وله معروف عليك ويطلب منك شيء وانت ما تملك هذا الشيء. الله اكبر. وهذا حصل معي قبل كذا سنه، يعني رجل من الزملاء الطيبين قال يا ابو سعد ابي 50,000، ويعلم الله انها ما كانت عندي. قلت ها؟ الله المستعان. توحيني مرني العصر. قال والله ما مرك لا العصر ولا الظهر، انسانها عندك هالحين عطنيها، وانسانك تروح تاخذها يمين يسار والله ما تجين ولا تطلع. الا والله يوم انه احرجني بالحيل بالحيل. طلع الرجال قلت يا شينها شيناه، لا جاك صاحبك الله يطلب سلف ولا يبي منك حاجة، وانت الزمن منك الا الاطراف قاضبك ضاقت عليك وترجي الانفراجة، خصم به اللي لا زهمته يوجبك، يفز لا شافك ويضحك حجاجة، يعطيك من ماله كذا ما يحاسبك، يقول صيور الزمن وانت واجه. يعطيك من ماله كذا ما يحاسبك، يقول صيور الزمن وانت واجه، طيب وطيبه بالمواقف مطيبك، تقطع بعزمه مستحيل الزراجه، يفرش لك البيده ويملى مزاهبك ويطرد ظلامك في فتيله تسراجه، وغيره الى جيته يغثر بمشاربك يلوي حجاجه ويتعكر مزاجه، سنك على كبده مسامير واحسبك نارا على قلبه تزيد انخلاجه. وسلامك سالم. تسلم يا ابو سعد. وهذه من الامور اللي تزعج الرجال، ان ياتيك رجل وله بأي رجل، الرجال لجاك لما جيته يفز لا شافك ويضحك حجاجه، هذا اذا جاك وما استطعت أنك تلبي طلبه هذه المشكلة وهذه المزعجة اللي تزعج الرجال. هذه من الشمامة والمروة، الزمن ما يخليك الواحد على كيف، ولكن ما تجعل الكيف. أيوة. والرجال عذارة. الرجال عذارة. الله يجزاك خير. وهذه يا أبو عمر يا شيخ لجاك صاحبك قصيدة جميلة.